حنا كننقلوا لكم صور حصريه من عمليه افتتاح وبدايه استغلال نفق الموحدين. هذا النفق اللي بزاف الناس تسناه، خصوصا الناس اللي كيستعملوا الطريقه هذه، اللي غيسهل عليهم حركه السير بطريقه كبيره بزاف. النفق اللي كيمتد من هذه الخرجه ديال المارينا حتى ساحه الزلاقه في شارع الجيش الملكي، تقريبا على تقريبا حوالي واحد جوج كيلومترات تحت الارض، اللي غادي تسهل حركه السير. وكما كنشوفوا سيارات عديده اللي كتستعمل هذا الممر هذا، خصوصا دابا مع هذا وقت الذروه اللي كتكون فيها الناس جايين من البحار، جايين من لاكوت، وكتكون حتى وقت الخدمه، لان بحكم دابا هنا الشركات كاينين في هذه البنايات هادو، وكتكون وكما كاين حتى هذا مارينا سنتر اللي ولا كيعرف واحد الاقبال كبير من عند الناس. يعني هذا الممر نفق الموحدين غيساهم بواحد تخفيف الطريقه كبيره. وهذه لقطات اخرى من فوق مخرج جنوبي ديال نفق الموحدين. نتمنوا الخير والبركه والتيسير، وحتى نجيب لكم شي فيديو اخر ان شاء الله اللي نصوره من الداخل باذن الله. تحيه لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.